هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. الآن في ملعب الكرة الشاطئية لسي مصطفى الحداوي، وهذا الجمع هو من طرف سي الدكتور ديالنا سي قمري زهير، وحاول أنه يكرم واحد المجموعة من الرياضيين ومن الفنانين وكذلك بعض الصحفيين، ومنهم الصحفي المقتدر المخضرم السي بالعيد بوميد. احنا الان جينا على قبل هذا التكريم ديال السي بالعيد وكذلك تكريم السي محمد سهيل، وكانت كذلك الفنانة ديالنا القادرة سعيدة بعدي، فكنتمنى وانا هذه التكريمات انها تدوم ويتجمعوا واحد المجموعة ديال الفنانين كل دورة مثلا تكون تكريم لمجموعة من الفنانين ومن الرياضيين. وتبارك الله عليكم وشكرا وهانئا السي بالعيد بهذا التكريم، وكذلك السي محمد سهيل، وكذلك لفنانتنا القديرة سعيدة أبعدي، شكرا. فحتى اليوم أنها المغرب كله فرحان، كان احتفلوا بالذكرى 24 لتربى صاحب جلالة على عرش أسلافه منعامين. كنت منه لي عمر مديد وكذلك الكافة الأسرة الملكية. فهالتظاهرة اللي كتقوم اليوم بها الجمعية بشراكة مع جمعية الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين طبعا، فكنقوموا بهذا النشاط اللي هو داخل في إطار الأنشطة المبرمجة للجمعية الأنشطة الرياضية. فكنقوموا كذلك بتنسيق مع الجمعية ديال اللي كيترأس السي مصطفى حداوي، كنقوموا بتكريم السي بالعيد بويميد والسادة سعيدة بعدي والسي عمر النجاري والسي سهيل محمد، هادو اللي بسموا التاريخ أعطوا الكثير، وكل واحد في الميدان ديالو. إذا تكلمنا على سعيدة بعدي فنانة كبيرة وعطت الكثير، كذلك سي بويميد العيد اللي في لو فيلوزوف كنسميه اللي عطى كثير في الصحافة الرياضية، كذلك عمر النجاري وسي محمد سهيل ليسوا في حاجة إلى بطاقة تعريف، فشكون اللي ما كيعرفش سي مصطفى سي عمر وسي سهيل. فكنتمنى ان شاء الله باش يبقاو يتكرروا هاد الانشطه. وشكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.